تقبل الله منا ومنك ابو عمر. الله يتقبل منا ومنك يا راجل. والله شكرا، جبتنا الحرم. اي والله فطرتنا وخليتنا نصلي وانستنا. يا رب تكرم. والله العظيم انا مبسوط. بسطه اطلب مني ما تشاء. شوف انا ما عندي شيء طفان، بس اطلب بيض الله وجهك. كل شيء شماغ والعقال والطاقيه كلها من دم. والله العظيم يعني حقيقه يعني الله يبيض وجهك. والله العظيم انا ما عارف ايش اسوي. تراك تراك اعطتني اياها في اطهر بقاع الارض. هذا يعتبر عمل عن 100,000. حاول انك جيب شماغك مرة ثانية فطر بقاع الأرض. وين الحبيب؟ الله يبيض وجهك. والله جينا متأخرين. والله كان ودي إني أجي من بدري، عشان ودي أوزع للناس إفطار هذا وتبرعاتكم ووزع على الناس. لكن يلا الحمد لله على كل حال. والله إن في أيادي أمينة. أي والله إن في أيادي أمينة. والشباب الله يبيض وجهك. شفت التنظيم كيف؟ أي والله الحمد لله. شيء على مستوى. الحمد لله. والله يحفظهم يا غازي. ابو عساف مساك الله بالخير. يا مرحبا. هل ابو ناصر؟ لو ما طلعت من السوشيال ميديا الا بهذا العمل. الله يتقبل منه. لا اكتفيت. اي والله يا ابو عساف بساقتكم ما شاء الله. توفيق من الله سبحانه وتعالى. ايتام منطقه حائل ما شاء الله عليهم تربيه واخلاق. نعم. وطيب وكرم. ونعم اليوم ونعم. احنا جينا مع جمعيه رباب، شاركوا جمعيات مكه بالبذل والعطاء والمسوي تيشيرتات، وهذا الدليل على تربيتهم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو عساف مع ايتام حائل ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اسميهم ابناء حائل، محمد ومشاري وسعد وحاتم. والله وسبعة انعام. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. شكر الله سعيكم. الله يطول لي عمركم بتوزيع وجبات. يا بعد عين يا بعد عين يا ابو عساف فضيل. وفي ساعه يا رب الله يقبل منا ومنك يا رب صالح الاعمال. يا بعد عين.